في الذكرى السنوية الأولى للشهيدين القائدين الجهاديين الكبيرين الحاج قاسم سليماني والحاج أبو مهدي المهندس، في هذه الذكرى الطيبة نجدد العهد لقادة المحور المقاوم. قاسم، شهدت إيران بأساً ورباطاً لقلبه الجلمود، كان زين الرجال خلقاً وحكماً وكريم الخصال بالتحديد. السيدة زينب بنت الكرام عليها كل السلام، أقول لكل واحد منا دعاء لعماد الميراق محرك عدي هذه، ولقد أودعت الأحجار. أنا تفضل محاذا وعلي أن يتفضل إلى الميراق. يصد هذا القهر والظلم عن شعبنا.